فالإنسان عندما ينظر في أحوال الخلق يجد التحلل من الأحكام الشرعية بطريقة غبية، لأن الإنسان عندما يغتاب غيره لابد أن يقتص منه يوم القيامة بالحسنات، يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته وكانت لا حسنات لهذا المغتاب أخذ من سيئات من اغتيب ثم وضع على هذا المغتاب ثم طرح في النار. المرء دائما لا يغتاب من يحبه، لا تجد أحدا أبدا يغتاب محبوبا له. هل يغتاب أحد حبيبه؟ هل يذكره بعيوبه؟ وإنما يغتاب الإنسان من يكرهه، وهذه هي قلة العقل الحقيقي، لأنه إذا كان الإنسان يكره إنسانا يتسبب في سوق الخير إليه بإعطائه من حسناته وهو أحرص على حسنة واحدة من حسناته يهدي إليه حسناته. لذلك يقول الصالحون: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي، لهما حق عظيم علي. أغتاب أبي أغتاب أمي، لو كنت مغتابا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي. أما أن تهدي حسناتك لعدوك، لأنك لن تغتاب وليك، لن تغتاب حبيبك، أنت تغتاب عدوك، تغتاب من تكرهه، فتوصل له من حسناتك. لو كان من مالك لكان الأمر هينا، المال يأتي ويروح. لو كان من عرض الدنيا فعرض الدنيا قريب، موجود ومفقود. أما من حسناتك، أنت يوم القيامة ستمضي وراء أبيك، وراء أمك، وهل هناك من هو أقرب إليك من أبيك وأمك؟ تطلب من أبيك حسنة وأبوك يفعل ذلك، وتمضي وراء ابنك ولك من الحق عليه ما هو معلوم، تقول: يا بني أي أب كنت لك؟ فيقول لك ولدك في عرصات القيامة: كنت خير أب، قمت بما يجب عليك. فتقول له: إني أريد منك اليوم حسنة. فيقول لك: لا يا أبي، إني أخاف اليوم مما منه تخاف. حسنة تضن بها يوم القيامة على أبيك وأمك وتعطيها في الدنيا لعدوك، هذا عقل. أمسك لسانك، اتق الله ربك، كلك عيوب. من هو الذي لا عيب فيه؟ صلى الله وسلم وبارك عليه.